السلام عليكم، كي داير؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى ان شاء الله تكون مزيانا. المهم الفيديو ديال اليوم هو تتمه ديال الاصلاحات اللي في الكوزينه من بعد ما زلجنا اللورنيه وبدلنا البلاصه ديال السرجم. بلاصه السرجم كانت فين معلق البلاكار، صبغنا البلاكارات، غلفنا الثلاجه، يعني ما بقاش بزاف، بقى غير تغلف بعد تغلف ديال الحيوطه ديال الكوزينه، يعني الحيوطه اللي كيكونوا فوق اللورنيه، الحيط اللي كيكون ما بين البلاكار وما بين اللورنيه، واللي كيكون الحيط اللي كيكون فيه الروبيني واللي كيكون فيه الفرنو ديال الطياب. يعني ما كرهتش نغلف الكوزينه كامله، ولكن الكاغيط في الكوزينه كامله كيجيني ماشي عملي. حنا مره خصنا نحكو الشتبه والرغاوي، يعني الكاغيط ما يصلحش. المهم اهم حاجه هو درقنا داك الحيط اللي كيكون في وجهك، ملي كتكون كطيب اولا كدير شي حاجه، هذاك هو الاهم. وان شاء الله يا ربي مع الوقت هاد الزلج هذا يتحيد مره ويدار شي حاجه اللي محسن، حتى هذا عاوتاني راه واحد الوقت كان بالشنايع كان موضه وكان زوين، وسبحان الله الوقت كيدوز والحاجه كتبدل وشحال من حاجه كتغير، هذه هي سنه الحياه. وبالنسبه للبريزات اللي لقاوك ملي تكوني كتغلفي، راه بسهوله كتحيد ديك الغلاقه ديالهم، بامكانك انت تحيديها ولا اي واحد كان معك، كتحيد الغلاقه كتغلفي عاد كتحطي من الفوق، كتسهل عليك، كتجي سهله بلا ما تبقاي تشدي يعني الموسى تبقاي تحدي من هنا، ويقدر يجيك شي يقدر يجيك داكشي ماشي هو هذاك، وفي نفس الوقت كتجيك فينيا. المهم في التغليف ديالي اعتمد يعني ثلاثه ديال الاشكال وثلاثه ديال الالوان، منهم هذا الكاغيط هذا اللي غني على التعريف، اللي هو معروف يعني ستيل اللي هو قديم وخارج قديم، وباقي لدابا الناس كيغلفوا به وكيجي زوين صراحه الله، وكيصبر خصوصا انه كيتمسح، الله يجعلك تقب عليه الماء وتغسلو بالشيتا، ولكن غير الشيتا الرطبه يعني ماشي الحرشه، يعني كيصبر وكيلصق الكولا ديالو كتلصق مزيان. والجهه ديال الفرنو ديال الطياب كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو، درت لها هاد الكاغيط ديال الرخامه اللي هو في الكحل، حتى كون ما كانش عندي هذا ضروري خاصني نشريه في الكحل. الكحل كيجي مور الفرنو اول حاجه كيجي زوين في النظره، ثاني حاجه كيصبر هكا يعني مور الفرنو ديال الطياب يعني معروف كيكون تكرفس بزاف هكا ديال الطياب، كيطيروا النقيطات ديال المرقه ديال هذا، يعني ماشي بحال البيض ما كيصبرش للتكرفس. دخلت هكا نشوف افكار، كنجبر بزاف ديال الناس دايرين مور الفرنو ديال الطياب دايرين هكا ستيكرز في الكحال اولا اصلا الزلج في الكحال اولا، المهم شي حاجه هكا في الكحال كتجي زوينه. عجبتني قلت ارا نديرها. صافي كيف ما كتشوفوا معايا هاد الجهه هادي درت فيها الكاغيط في الكحل، والجهه الاخرى كملتها بواحد الكاغيط عندي بحال هو نيت، ولكن هو في البيض، يعني الرخام هو في البيض.
كيف ما كتشوفوا حاولت انني نغلف علاش ما قدرت الواجهه ديال الكوزينه. يعني من كتدخل اهم حاجه هي الواجهه، من كتدخل ما كيبقاش يبان لك داك الزليج، وخا بقى واحد الحائط به قلنا ماشي مشكل، هو الاهم الاكثريه تغلف ولا لون مبهج ولون مفتوح. واهم حاجه في الكوزينه هو يكون لون لون مفتوح، كيبهج لك الكوزينه، كي خصوصا كتكون الكوزينه مقاده على ذوقك وفيها الحوايج اللي كيعجبوك، وخا هي بلاصه ديال التماره والطياب وكتبقى واقف، ولكن واحد البلاصه اللي كتقدد على يدك كتحس نوعا ما كتحس بالراحه، ولو كتكون كتضرب تماره في ديك التماره كاين الراحه، حيت كتخدم في واحد البلاصه اللي هي عاجبك ومصايبه على يدك وفيها حويجات اللي انت مختارياهم، يعني اختاريتيهم وعجبوك. وهذه هي الكوزينه ديالنا. المهم من بعد ما غلفتها ها كيفاش رجعت ها النتيجه. مهم الحمد لله ان راضيين عليها، عجبه. واهم حاجه هي عجبه الوالده ديالي. الحمد لله ان دخلت وعجبتها النتيجه وفرحت، هذا هو الاهم. وبصحتك يا لالا، بصحتك الكوزينه الجديده، يدخل عليك العواشر بكوزينه جديده. انا عارفه عاد تسمع تشوف الفيديو وتسمع هضرتي، ما كرهتيك ودرت لك شي حاجه اكثر من هكا، تستاهل يا ميمتي الحبيبه. الله يخلي لكم والديكم والله يخليك ليا، تهلاو في والديكم اللي هما حنا بلا بهم ما كنسبو حتى شي حاجه، والله وجودهم في حياتنا ولو ديري اللي درتي ولو ما توفيهمش داكشي اللي داروا على قبلنا، وخصوصا في هاد العواشر اللي الوالده ديالها بوحديتها تمشي وتقادد لها وتصايب لها وتوجد لها اي حاجه، كتكوني بعيده وتقولي انا بداري وولادي ما عندي كيفاش ندير، ولو بشهر قبل العواشر ولو بشهرين تقدي لها وتوجدي لها، ومن بعد يا لالا وسيري لدارك ووجدي لدارك ووجدي لولادك، حيت من كتشوفي والدك فرحان ومرتاح راه هذيك هي الراحه بعينيها، ها اللي حرمنا منهم. وكنتمنى حتى نتوما تكون عجبتكم الكوزينه. المهم عطوني رايكم، واش عجبتكم، شنو اللي ما جاش هو هذاك، شنو اللي ما جاش في بلاصتو، شنو اللي خاصو يتبدل. هاد البليصه هذه اللي حاطه عليها صباعي كنت باغا نكملها بداك الكاغيط اللي على شكل حجيرات داك البيض، وما قدنيش درت فيها طريب ديال الرخام. ان شاء الله من دابا نشريه ونحيد هذاك وندير الاخر، والا كان جا هذا احسن نقولوها لي نخليه. وان شاء الله الفيديو الجاي يكون ديال المشتريات، ايوا الكوزينه جديده خصها ضروري خصها جديد ان شاء الله يا رب. وشكرا لكم بزاف الى كملتوا الفيديو حتى لهنا، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد، والسلام عليكم. العافية هي بقاء النعمة الموجودة والحفظ من المصائب المفاجئة. عرفت معنى العافية؟ ذكر النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان بيقوله كل يوم بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر في أذكار الصباح والمساء، كان يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. من أقرب الأذكار اللي كان بيواظب عليها سيدنا رسول الله والأدعية، أقربها إلى قلبي.